أمام العالم من حولنا، علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء شيئا فشيئا، ونراه بأعين العلماء الذين رسموا صورة خلابة له، وأضافوا لخيالاتنا مكوناته. كل عالم يضيف نقطة مضيئة في تاريخنا. سنرحل في هذا التاريخ إلى أولئك العلماء لنفهم كيف رسموا تلك الصورة الكونية، نقطة مضيئة بعد نقطة مضيئة. إذا نظرت إلى السماء ليلاً فسترى فيها القمر والنجوم وبعض الكواكب المتلألئة وسط ظلام دامس، وإن كنت في الصحراء لرأيت درب التبانة بجمال نجومه على خط طويل يقطع كل السماء. هذه الصورة رآها الناس منذ بدء التاريخ، لكنك اليوم تراها بعقلك الذي يطبع عليها صوراً إضافية لم تكن موجودة في الماضي. فلو دققنا النظر إلى القمر سنرى الفوهات التي تملأ سطحه، وسنرى من خلفه السطح الذي لا يرى بالعين المجردة. وإن رأيت المريخ وهو يبرق بلونه الأحمر سترى شكل الكوكب وشكل غروب الشمس عليه بذهنك. وإن رأيت صورا للمشتري سترى الخطوط البنية والعين الحمراء العاصفة بمخيلتك. وإن فكرت في بلوتو سترى على سطحه صورة القلب في ذاكرتك. إن تعمقت في السماء بالنظر إليها رأيت في ذهنك النجوم العملاقة والنجوم النيوترونية وتصادمها، والثقوب السوداء والمجرات والسدم، وكذلك الموجات الجاذبية. كل هذا بعين استوعبت العلوم الحديثة التي لم يكن لمن سبقونا القدرة على رؤيتها. ولكن هذا لم يكن ما يراه غاليليو ولا نيوتن ولا الكثير من العلماء عبر تاريخ تطور العلم. كيف رأى العلماء الكون وكيف ساهموا في تطوير علومه على مدى 400 عام؟ في هذا البرنامج سنمر في رحلة تاريخية علمية مع العلماء، ابتداء من غاليليو وانتهاء بأحدث ما توصلوا إليه، ليس فقط في الكون إنما حتى في الأكوان المتوازية والعوالم المتعددة. توفي صاحب هذا الإصبع سنة 1642، ولم يسمح لجسده أن يدفن في مكان مقدس، رغم أن الدوق فرناندينو الثاني جمع المال ليبني له نصبا تذكاريا، إلا أن البابا أربن الثامن رفض ذلك، فدفن في زاوية موحشة لا علامة عليها بداخل مكان نائم بسانتا كروشي. لم يدفن بصلوات مسيحية، ولم يسمح لاسمه أن يكتب على القبر إلا بعد مرور 30 عاما على وفاته، بعد 96 عاما، وفي عام 1737 شيد له نصبا تذكاريا يليق بقدره الكبير بداخل الكنيسة الرئيسية، ووضع نصبه أمام نصب مايكل أنجلو ونقش عليه الاسم غاليليو غاليلي، العالم الذي غير نظرة العالم إلى الكرة الأرضية والشمس والكواكب، العالم الجليل الذي فتح أبواب السماء والعلم التجريبي. أثناء نقل جثته من قبره الأول إلى الجديد سرقت من يده 3 أصابع ومن فمه ضرس، وهذه هي أصابعه 3،
إنها تلك الأصابع التي استخدمها غاليليو للمسك بالتلسكوب والنظر إلى السماء كأول رجل يوجه تلسكوبه إليه ويسجل ملاحظاته عليه. ولد غاليليو في عائلة نبيلة عام 1564. أخو جده الأكبر كان اسمه غاليليو أيضاً، وقد كان طبيباً وأستاذاً بجامعة فلورنس. عمل في وظيفة مرموقة في البلاد، وبعد أن توفي دفن في كنيسة سانتا كروشي تكريماً له. كان ذلك غاليليو الأول، وما لم يكن يعلمه غاليليو الثاني أن اسمه سيبقى مخلداً في التاريخ وسينسى الناس جده الأكبر. تعلم غاليليو من أبيه مبدأ الشك وعدم الاكتراث للمرجعية، وهو الأمر الذي سيجعله في مواجهة الكنيسة حينما يكتشف الحقائق. أراد أبوه أن يراه طبيباً، وبالفعل بدأ غاليليو دراسة الطب بجامعة بيزا حينما كان في 17 من عمره. ولكن سرعان ما قفز حب الهندسة الرياضية إلى قلبه، فتحول من الطب إلى الرياضيات والفلك. في يوم من الأيام نظر إلى الثريا في الكنيسة، فوجد أنها تتأرجح بدورة ثابتة حتى وإن تغيرت زاوية التأرجح. علم مدة الدورة الواحدة بمقارنتها بدقات قلبه المنتظمة. درس البندولات لفهم حركتها ودورتها. بعد أن انتهى غاليليو من الجامعة عمل كأستاذ رياضيات، وأثبت قدرته ومستوى علمه بنشر ورقة عن هندسة مراكز أوزان الأجسام الصلبة. كانت ورقته عبقرية وجديدة ودلت على ذكاء الفذ، فأعجبت الرياضيين أشد الإعجاب. عمل في جامعة بيزا حينما كان في سن 25، وبقي فيها 3 سنوات. بعد أن انتقل إلى جامعة بادو اكتشف التلسكوبات المصنوعة من العدسات المحدبة، كانت تباع في أسواق فينيس وكانت واسعة الانتشار في أوروبا. اشتراها ولعب بها الأطفال واستمتع بها الكبار. ذلك التلسكوب الأول كان يكبر الأشياء وإن لم تكن الصورة واضحة. سمع غاليليو بالتلسكوبات ولكنه لم يرها بنفسه. علم أنه يستطيع أن يحسن منها بتركيب عدسة محدبة وأخرى مقعرة، فصنع التلسكوب المستخدم لمشاهدة الأوبرا، فعدل على الصورة بعد أن كانت مقلوبة، وحسن من قوة التلسكوب بعد أن كانت قوته 3 أضعاف إلى 10 أضعاف، ثم وجهه من الأرض إلى السماء، ولأول مرة في تاريخ البشرية نظر من خلاله إلى القمر لدراسته وتدوين ملاحظاته. حينما ننظر إلى القمر بالعين المجردة نراه مبقعا. فكر بالأسلوب الذي فكر به الناس حوالي 15. ماذا تتوقع أن تكون تلك البقع؟ كانت هناك فرضية أن هذه البقع ليست إلا جبالا على سطح القمر. لم يثبت الفرضية أحد حتى حدق غاليليو بتلسكوبه الجديد الذي يكبر الأشياء بقدر 15 مرة في القمر، وركز انتباهه على الفاصل الذي يفصل الأماكن المضيئة من المظلمة، فكان أول من رأى تلك الجبال، فرسم القمر بدقة كبيرة وبين شكله كما لم يره أحد من قبل. تحول غاليليو إلى النجوم بعد ذلك، وإذا بها تقفز أمام عينيه. لم تكن بعض هذه النجوم موجودة في السماء من قبل، لقد استطاع التلسكوب أن يظهر ما كان مخفياً عن العين، فسجل أكثر من 500 نجمة
لم يرها أحد من قبل. طور غاليليو التلسكوب ليكبر الصور 20 ضعف، جعل واحدة من العدسات ثابتة والأخرى متحركة، حتى إذا ما حركها استطاع أن يوضح الصورة، فأصبح طول التلسكوب متراً واحداً يكبر ويصغر. وجه غاليليو التلسكوب إلى المشتري فلاحظ شيئاً غريباً بالقرب منه. لاحظ 3 نجوم مضيئة لم يخطر على ذهنه أنها أقمار للمشتري. من كان يعتقد أن للمشتري أقمار في ذلك الوقت؟ فجميع الأجرام السماوية كانت تدور حول الأرض، الأرض هي مركز الكون كله. ما لفت انتباهه وغرابة ترتيب هذه النجوم 3 كانت كلها على خط واحد، والأغرب من ذلك أنها كانت تنتقل من جانب إلى آخر، ليلة بعد ليلة تتراقص حول المشتري. فدون ملاحظاته لمدة 6 أشهر، ثم أسرع في نشر كتابه الرسول النجمي المكون من 65 صفحة، فهز مفهوم الناس للكون. بدأ غاليليو حياته العلمية الفلكية مؤمناً بنظرية مركزية الأرض، ولكنه اطلع على نظرية كوبرنيكوس، ومع مر الوقت أصبحت نظريته معقولة. الأرض ليست مركزاً للكون، الشمس هي المركز وجميع الكواكب تدور حولها. قدمها كوبرنيكوس قبل ولادة غاليليو على إنها فرضية أو نظرية، ولكن لم تكن لديه الدلائل التجريبية على صحتها. كانت نظرية مثيرة للجدل، ولم يشأ كوبرنيكوس أن ينشر كتابه الذي شرح فيها نظريته إلا قبل وفاته بقليل. دخل غاليليو إلى التاريخ بأدلة على عدم مركزية الأرض بعد أن كانت فرضية بلا دليل. أنا العلم السائد والذي تبنته الكنيسة آنذاك أن الكون كامل لا شوائب فيه، فلا القمر ولا الشمس ولا جرم واحد في السماء معاب، وكذلك فإن جميع النجوم والأقمار تدور حول الأرض، فالأرض هي المركز وهي المكان الذي خلق الله أسمى مخلوقاته عليه البشر. بدأ غاليليو بمخالفة المعتقد السائد، فبين أولاً أن القمر ليس ذلك الجرم الأملس المستوي الجميل، بل أن تلك البقع هي جبال من مرتفعات ومنخفضات، فبدأت الصورة الجميلة للكون المعصوم من العيوب بالاضمحلال في نظر غاليليو، وكذلك في نظر الناس الذين قرأوا كتابه. وبعدما رأى نجوماً تدور حول المشتري لم تعد الأرض مركز كل شيء، فإن كانت الأرض هي المركز ولا يشاركها أي جرم سماوي في ذلك، فكيف للنجوم أن تحوم حول المشتري؟ لم تكن الإثباتات السابقة على عدم مركزية الأرض كافية من الناحية العلمية، احتاج غاليليو لجمع أدلة أكبر وأقوى لإثبات نظريته، فسارع كوكب الزهرة لنجدته. كان البعض يجادل غاليليو بقوله إن كانت الكواكب تدور حول الشمس فلا بد أن يكون لكوكب الزهرة أدوارا كالقمر، فكما أن القمر يمر بمراحل تدريجية من محاق لا يكاد يرى وهلال ثم تربيع أول ثم أحدب متزايد ثم بدر، إذن لابد أن الزهرة تمر في أدوار متعددة مثله. وجه غاليليو تلسكوبه ناحية الزهرة، وإذا به يشاهد بريقه في أشدة وهو أبعد ما يكون من الأرض وفي الجهة المقابلة للشمس، ولكن حينما يقترب من الأرض فهو يمر بأدوار تدريجية إلى أن يصل إلى هلال نحيف وهو بالقرب من الأرض، ثم يعود مرة أخرى حينما يدور حول الشمس ليكرر الأدوار مرة أخرى. كانت هذه ضربة لمن كان يعتقد
بمركزية الأرض. لم يكن غاليليو عالما فقط، ففي العلم إن لم تستطع أن تسوق رسالتك لن يعرف عنها الناس، ولن يناقشها أحد، ولن تحقق أي انتشار، ولن تغير من أفكارهم ومعتقداتهم المسبقة. لذلك فقد كان غاليليو المسوق الأول لعلمه ولمكتشفاته وأجهزته الفلكية والمجاهر المكبرة. نشر غاليليو تلسكوباته على أصحابه من وجهاء وسفراء ودوق وقساوسة، وحتى إلى مخالفيه، حتى لا تكون حجتهم أن تلسكوباتهم ليست بنفس قوة تلسكوبات غاليليو، وأنهم لن يتمكنوا من رؤية الأجرام السماوية بنفس الدقة. قدم غاليليو العديد من الجلسات الخاصة لوجهاء المدينة، كان يشرح لهم الفلك ويناقشهم فيه. لقد كان يبهرهم بقدرته على الجدال وعلى قدرته بالإثبات. سافر غاليليو إلى عدة أماكن في المنطقة المحيطة لكي ينشر الأخبار بنفسه، وفي كل مرة يسافر يستقبله الوجهاء بحفاوة. انتشر صيته وأصبح اسمه لامعاً. عرف عن الإيطاليين أن من ينادى باسمه الأول فذلك يدل على احترامهم له. لقد نودي غاليليو باسمه الأول منذ الأيام الأولى من حياته، وبعد سنوات من اكتشافاته العديدة أصبح اسمه محترماً ومكرماً إلى أقصى الحدود. أضف لكل ما قدمه غاليليو من أدلة على عدم مركزية الأرض دليلاً آخر، هذه المرة من المركز، من الشمس. ومع تقديم كل دليل جديد ترتفع درجة التأزيم بينه وبين العلماء الدغمائيين والكنيسة. اكتشف أحد طلاب غاليليو طريقة لمشاهدة الكرة المستعرة الشمس باستخدام التلسكوب. قام بنديتو كاستيلي بوضع شاشة خلف التلسكوب لإسقاط الضوء عليها، فكشف عن شكل الشمس، وكشف لغاليليو البقع الشمسية، ونشر لها صورا في كتابه رسائل عن البقع الشمسية، وذلك في عام 1613. لم يكن الوحيد الذي اكتشف البقع الشمسية، بل حتى طالب الطب يوهانس فابريسيوس ترك المدرسة وأخذ تلسكوباته وراقب الشمس. لم يكن يرها في وضح النهار، فاختار أوقاتا تكون فيها حدة ضوء الشمس منخفضة، ونظر إليها بعد إسقاط ضوئها من ثقب صغير، وألف كتابا عنها بعد 6 أشهر من مراقبتها في عام 1610، أي حتى قبل مشاهدة غاليليو لها. الغريب في تلك البقع أنها كانت تتحرك على سطح الشمس ثم تختفي، وبعد فترة قصيرة تعود لتظهر من الطرف الآخر. اكتشف يوهانس أن الشمس تدور، ولذلك كانت البقع تتحرك عليها وتعود مرة أخرى. أما بالنسبة لغاليليو فقد شكلت البقع خطورة كبيرة، لم يعتقد أنها بقع إنما سحب تحوم حول الشمس. وبحسب النظرة الأرسطية فإن السماوات والأجرام التي فيها كانت معصومة من التغير والتكدر، وقد قبلت الكنيسة بأفكار أرسطو ووجود مثل هذه السحب تعيب الشمس. بل أضف لذلك أنها كونها تدور حول الشمس دلت على أن الأرض ليست المركز، ضربة أخرى. بالرغم من أن الأدلة الكثيرة تراكمت تدريجياً لدى غاليليو لتساند نظرية كوبرنيكوس، إلا أن الأدلة بمجموعها لم تكن قاطعة في الإثبات. فقد كان يعاني غاليليو من مشكلة حساب حركة الكواكب حول الشمس، فلم تسعف قدرته الرياضية والهندسية في حل معضلة حركة الأجرام بدقة. عاصر غاليليو العالم والرياضي كيبلر
كان هو أيضا يعتقد بصحة نظرية كوبرنيكوس، وقد ألف نظريات عن دوران الكواكب حول الشمس. ولكن خلاف ما كان يعتقده غاليليو بأن مسار الكواكب كان دائريا، أسس كبلر لدورانها إهليجيا أو بيضاويا. لم يعطي غاليليو أي اهتمام لنظريات كبلر، ولو فعل لحسب حركة الكواكب حول الشمس بدقة متناهية، ولأثبت بالأدلة القاطعة أن الشمس هي المركز. لم تنتهي القصة بعد، فلا تزال أمام غاليليو العديد من السنوات في الصراع والنقاش والإثباتات. بل لم تنتهي حياة غاليليو العلمية بعد، ففي السنوات الأخيرة قدم للناس أفضل كتبه على الإطلاق، كتبا دمجت بين العلم والأدب، كتبا خطت بيد عالم محنك يعرف كيف يحرك المنطق ويرفع العلم ويدافع عن مركزية الشمس ويجيش العاطفة لصالح أفكار الثورية. من هذه النقطة ذهابا بدأت مشاكل غاليليو بالطفو إلى السطح بعد سنوات كثيرة تميزت باكتشافات مذهلة مغيرة للفكر السائد. هذه الأفكار رفعت من شأن غاليليو في الأوساط العلمية وأصبحت محل قلق له، فقد نشب الصراع بينه وبين الكنيسة بعد ذلك، وتفاقمت الصراعات مع مرور الوقت إلى أن انتهت بمحاكمات التفتيش التي أنهكت وأهانت وجعلته يقر بخلاف ما يعتقده من مركزية الشمس، وفرضت عليه الإقامة الجبرية. لحقتها الكنيسة إلى قبره، فلم تسمح بدفنه بجانب قبور الفنانين والعلماء والشخصيات المرموقة، بل أمرت بدفنه في مكان بعيد، ظناً منها أن إبعاد جسده عن التقديس سيبعد علمه وأفكاره وإبداعاته وثورته عن التقدير. الأمر الذي تغير لدرجة جعلت البابا يوحنا بولس الثاني يعتذر في خطاب كامل في عام 1992 باسم الكنيسة الكاثوليكية عن محاكمة غاليليو الذي نحت له تمثال داخل الفاتيكان. لقد خلد اسم غاليليو كأحد أعظم العلماء على مر التاريخ ونسي آخرون.